مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي توزع عدد من المجلات الخاصة في الأطفال في مدارس العاصمة بغداد. إليكم التفاصيل. أقدم بالشكر والتقدير إلى وزارة الدفاع وقسم الإعلام بتزويد المدرسة بمجلات تربوية خاصة بالأطفال وأعمارهم. هذه المجلات تثقيفية ولها دور في تنشئة هذا الجيل. تحرص وزارة الدفاع المتمثلة بمديرية الإعلام والتوجيه المعنوي على محاكاة الطفولة والتنشئة الصحيحة للطفل العراقي المتمثلة في حب الوطن والمواطنة من خلال إصدار الطبعة السادسة لمجلة الجند الشجاع. تتقدم إدارة مدرسة نور بغداد المختلطة بالشكر الجزيل إلى وزارة الدفاع ومديرية الإعلام على المبادرة التي قدمتها اليوم بتوزيع المجلات الدفاع على أبنائنا التلاميذ. أهداف مختلفة من توزيع المجلات على الأطفال أبرزها التوعية وتعريفهم ببطولات جيشنا العراقي الباسل الملازم دعاء علي أعلام وزارة الدفاع.